أسعد الله مساءكم متابعينا مشاهدينا كل أوفياء برنامج بالقانون. نلتقي كالعادة وككل مرة عبر هذا الفضاء الذي نتبادل فيه السؤال والجواب. معنا أول اتصال. ألو. نعم أستاذ. مرحبا بك أستاذ. أهلا مرحبا. شكون معنا؟ بالعزوق مصطفى. تفضل سي بالعزوق. عندي قضية. عندي ساكن كريته الواحد. نعم. في حيتي الملي الواحد الإنسان عط مدة 4 سنوات خلصني في عامين وعامين ما خلصنيش وهرب وخلى الإلكتريسيتي الغاز الماء وكسر لي لوكال وزاد سرق لي حوايج داخل اللوكال. انت كان خبيت سلبوم مارتو بيكر هذوك هرب لي بيهم وشفت مع العدالة وقفت 7 خطرات مع العدالة مع ما كفاية قبل تجاري استعجالي حتى إلى يومنا هذا ما عنديش الرد أستاذ. وشو الطلب تاعك اللي درته في العدالة وشو الموضوع تاع الدعوة تاعك؟ التعويض. تعويض ولكن إذا حكموك بالتعويض وراح تلقى الإنسان هذا باش تنفذ عليه؟ يعني مجرد سؤال كي تحكم عليه بحكم يقضي لك بالتعويض مثلا 100 كيفاش؟ أنا على بالي كتبت معاه بالنوتار بالويسي كتبت لا لا لا, لا 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 هو سؤالي لأنه أنا راح نعقب فيما بعد أنه حتى إذا حكمت عليه بالتعويض وأصبح الحكم نهائي المشكلة الآن وين تنفذ عليه أنك ما تعرفلوش عنوان وما كانش مركز أو مؤسسة اللي تقدر تعرف بها العنوان تاعه. مثلا هو كرا عليك ويسكن في ولاية قسنطينة مثلا وكرا عليك في تيلملي ولما تحكم عليه وين تنفذ عليه؟ ما تعرفلوش عنوان تاعه ما تعرفلوش ما عندكش آلية. عندي عنوان تاعه في البيار ساكن في البيار وعندي كارت ايدونتيتي تاعه وليد البيار. نعم العاصمة. انت طلبت تحليل على سبب الرد الجواب ما رجعوليش الجواب في المحكمه تاع سيدي محمد عبد رمضان. سيدي ما يرجعلكش جواب. انت ترفع دعوه قضائيه بعد ما تدير معاينه عن طريق محضر قضائي للاماكن اللي كريتها له تشوف فيها تخريب تشوف فيها اتلاف تشوف فيها كسر تشوف فيها استاذ محضر قضائي درت زوج كاع. الان واش تدير انت؟ ترفع دعوه قضائيه وتبلغه عن طريق المحضر القضائي تبلغه لازم لان القانون يشترط الوجاهيه. يعني لما تكون حب ترفع دعوه ضد واحد لازم تعلمه ما ترفعش دعوه وما تعلمش الطرف الاخر لازم تعلمه عن طريق محضر قضائي في العنوان تاعو الكايب بالابيار تعطيه فرصه. يا استاذ عندي خبره درنا كلش دار محضر قضائي عند الاخر عن طريق المحضر القضائي دير دعوه عن طريق الشرطه عن طريق يا سيدي يا سيدي كلش. سيدي بوش الشرطة وش ما تقدرش تدير شيء هذا كله في قضية واحدة. انت راك تقول تريد البحث عن تعويضات في القسم التجاري على أساس أنه هذه ماشي شقة محل. إذن محل ما لا لا شقة كريتان شكون يخدم الارتيزانة باتيسري الخفاف وهذو. نعم لما ترفع دعوة بلغت له بلغت له العريضة درت العريضة. درت يا أستاذ عريضة. يا سيدي ما قلتلكش درت عريضة قلت كي لا بلغت له العريضة. بلغت له العريضة. ولما بلغت له العريضة حضر له ما حضرش؟ حضر له ما حضرش؟ ما حضرش كاع 7 خطرات نجي المحكمة وما جاش. إذا أنت عندك رقم قضية تروح تستلم عليها في المحكمة تعطيهم رقم القضية تستلم عليها في التطبيقة تاع الاستعلامات يعطوك مآل هذه القضية هل تم رفضها أم تم قبولها؟ هل تم الحكم على هذا الشخص بتعويضات معينة؟ هل تم تعيين خبير؟ كاين نهاية على كل حال. ما تقدرش تقول لي قضية عندها رقم في القسم التجاري في محكمة ما عندهاش نهاية. إذا تروح تستعلم على القضية تاعك أمام الفرع التجاري اللي سجلتها أمامه أمام محكمة سيدي محمد ويعطوك مآل القضية. يعني مستحيل 7 جلسات وخاصة إذا عرفنا بأن الخصم تاعك ما حضرش. ممكن جلسة ممكن 2 ممكن 3 ممكن تتعطل لأنه إجراءات التكليف بالحضور تتعطل. لماذا؟ لأنه تروح ما تلقاش المحضر القضائي يبعث له التكليف بالحضور عن طريق رسالة مضمنة ثم ينتقل بعد ذلك إلى إجراءات التعليق بالمحكمة وبالبلدية ثم بعد ذلك تنعقد الخصومة وبعد انعقاد الخصومة نعطوا له فرصة أو 2 ممكن يحضر. إذا ما حضرش راح يحكم كأنه كان حاضر شخصيا يعني لا يحكم عليه غيابيا ولكن سيحكم عليه كأنه حاضر. فقط امشي للمحكمة واسأل على قضيتك ولا
لازم تكون فاهم، لأنه لما ما تكونش فاهم تعتقد بأن الشرطة تعطيك الحل، بأن البلدية تعطيك الحل، بأن المحكمة تعطيك الحل. أنت درت قضية، أعطيتها مسار قضائي، تبع هذا المسار واستفسر فيما بعد على رقم القضية تاعك والمآل تاعها. حتما راح تكون كاين حكم قضائي ممكن تسحبه في نفس اليوم، ربما إذا كانت القضية قادمة بعض الشيء. إذا أعجبك الحال بلغوا في جميع الحالات، إذا كان الحكم في صالح لازم تبلغوا لهذا الطرف باش تنهيلوا الأجل لأجل الوصول إلى حكم نهائي. إذا ما عجبكش الحكم، إذا خطأ في الإجراءات أو في الشكل تصلح الإجراءات أو ترجع من جديد. إذا ما تم رفض دعوك لعدم التأسيس ممكن تروح أمام المجلس عن طريق استئناف. معنا اتصال. ألو. ألو. نعم، ممكن جدا كثير من القضايا من هذا النوع يقعوا أثرنا عن قصد وعن عمد، أنه الإنسان لما يرفع دعوة على شخص بغرض البحث عن التعويضات لازم تكون عنده ضمانة بلاح يدي هذا التعويضات اللي تحكم بها المحكمة، لأن عندنا مشكلة العناوين المتغيرة، عندنا مشكلة العناوين غير ثابتة، وعندنا مشكلة نقل الأشخاص، وعندنا مشكلة تقديم عناوين خاطئة وغير صحيحة. لذلك من الصعب تحديد عنوان ثابت وأملاك ثابتة لشخص لأجل تنفيذ أحكام متعلقة بالتعويض. معنا اتصال. ألو. ألو، مساء الخير. أهلا، مرحبا. مساء الخير شيخ. مرحبا بك. نعم، شكون معنا؟ أنا خرابي معك. تفضل. خويا أنا عندي 38 سنة شرح. 38 سنة وأنت في المحاكم، الله يبارك، خبرة. 38 سنة. لا، على عقار. على عقاري. نعم، أيوه. ومن بعد كي صرت الشهادة فقط سنة أعطاني الوثائق، نصيبهم مزورين. وش هو اللي مزورين هذو؟ مزورين الوثائق الرسميين، ومزورين الاسم تاع اللي نستعمل منها جداتي. شكون انت؟ عندك قطعة أرض؟ عندك قطعة أرض؟ قطعة أرض ورثها من جداتي ومن جدي. ورثها عن طريق عقد؟ واو. عندك عقد؟ عندنا جعبة وبلانو. سقسيتك عندك عقد؟ واو، كاين عقد. ما دوش وقع؟ كاين، وكاين شرية، عندنا شرية وعندنا الورث. بعد جازوا مصالح مسح الأراضي سجلوها باسم آخر. ومن بعد هذوك سيدي الشرية زورت مولاها. سيدي شكون اللي زور الوثائق هذه؟ مزورين في الخابر، الخابص الخبرة. يا سيدي في البلدية. الخبير ما يزورش، فهم. ومزورة في الكادر. سيدي فهمني، عندكم قطعة أرض عن طريق الميراث والشراء أيضا، عندكم واو. جزء مشري وجزء مورث. الآن وش وقع من بعد؟ خليني بالتزوير، قل لي وش وقع. كاين نزاع بينك وبين شخص. ومن بعد كي خرج الخبير. يا سيدي الخبير شكون؟ الخبير شكون اللي خرجه؟ الخبير احنا خرجنا الأول، يعني 47 قطعة نستعملها. سيدي الخبير شكون اللي خرجوا بطلب من شكون اللي طلب الخبير؟ اللي طلب الخبير المرة الأولى، وما طلبوا الخبير كي طلبوا الخبير ده. شكون هو؟ شكون هو هذا؟ شكون يطلب الخبير؟ شكون من؟ الخبير اللي خرج مد حيبو هنا هو دار علينا 47 قطعة. يا سيدي ما تعطينيش اسم الخبير، قل لي الخصومة تاعك، القضية تاعك في المحكمة مع من؟ مع جارك؟ مع وليد عمك؟ مع شكون؟ لا لا، احنا صوبية مع شتود، هذه جداتي هما اللي منك، احنا الدين زوج نسمو وهما الدين من ماما. يا سيدي رجاء قل لي شكون هو الانسان اللي خاصم فيك هذا، اللي خاصم فيك وريث معاك ولا اجنبي ولا جار، شكون هو هذا؟ اجنبي، عندنا جعبه وبلان حنوية ورث حنوية نشرع من جداتي ومن جدي، وهو من جدته ومن جده. اذا عندكم نزاع عائلي. نزاع العائلي هذا؟ نزاع العائلي فسهلة، هي بسيطة بك، التواصل بك تاع بعض الناس واللي صعيب. لذلك لما ما تتواصلش مليح في ملفاتك مع او في ردودك مع القاضي طبعا تخسر قضيتك، لانك ما تعرفش تشرح وضعك.
كاين نزاع عائلي على قطعة أرض، تم تعيين خبير، الخبير هذا واش قال؟ الخبير اللي هو شهر 47 الزوج صاب 4 الشهر 6 صاب 3. واش وقع بعد الخبرة؟ واش من حكم خرج؟ من بعد الخبرة تاع الدوميكاتيا كي صابوا التزوير جلبوها للخبرة تاع الدوميكاتور. يا سيدي ما كاينش تزوير هنا، كاينه خبرات خبرات مختلفة ما تشبهش لبعضها، ما يسماش تزوير. ومن بعد واش خرج حكم؟ واش يقول الحكم اللي خرج بعد الخبراء؟ واش قال؟ الخبير من بعد حكمه وما قال له شيء وربو الجدارمية وما قال الخبير، الخبير ما شد مني الوثائق، اللوسي ما شد مني الوثائق لأنما رجعوا. يا سيدي خليني المحضر القضائي يخرج ينفذ، كاين حكم تاع التنفيذ. كاين حكم تنفيذ، وش الحكم هذا وش يقول؟ الحكم تاع التنفيذ وش يقول؟ ينقطع التليفون. الحكم اللي خرجوا ينفذوه وش يقول؟ قالوا نعم. راك تسمع فيا؟ نعم سؤالي هو الحكم اللي خرج المحضر القضاء الحكم صرا حكمه وش يقول؟ حكمه مرقوا دار الارض والدولي ولو حجوا الايمان في الباركه. نعم فهمتك السؤال، فهمتك. الحكم هذا استأنفته ولا ما استأنفتوش؟ راهم حاجين الإيمان في الباركة. الحكم هذا استأنفته أم لا؟ كذا؟ هل استأنفت الحكم هذا ولا ما استأنفتوش؟ مانيش نسمع فيك زين ولا ما نسمع فيك. هل استأنفت الحكم ولا ما استأنفتوش؟ كسرت الشراع تاعك ولا ما كسرتوش؟ كذا؟ هل استأنفت الحكم؟ الحكم صار مفتوح ليا والدور الأرض وتكون ما نقدروش نجاوبك بهذه الطريقة. طبعا ما نقدروش نجاوبك. أنا باغي نتصل بكم بالوثائق نشوفكم. سيدي هل استأنفت هذا الحكم أم لا؟ خلاص تبع معي دوك نجاوبك. طبعا كل من يخسر دعوة يعتقد أن هناك تزوير. المحضر القضائي مزور، الخبير مزور، القاضي مزور، كل واحد يعتقد أنه كل واحد في هذه الناس مزور، والحقيقة غير ذلك. هذه القضية مرت على 3 خبراء، نزاع حول قطعة أرض فيها ورثة من أجداد أو من جدات، المهم أن هذا الملك منتقل بين مجموعة من الأشخاص من الورثة، كان نزاع بين هذين الشخصين وهاتين العائلتين. طبعا في عادة أنه في غالب الأحيان نروحوا إلى خبراء، خبير واحد ما يكفيش، 2 3 تكون نظرات متقاربة. المحكمة ما تبقاش دائما مع الخبراء، راح تصادق على خبرة من الخبرات اللي تشوفها قريبة إلى الواقع وتوازن طبعا بين ادعاءات كل طرف. فهمت أنا بأننا بصدد تنفيذ حكم نهائي، خلاص صدر حكم نهائي غير قابل لأي طعن مادام خرج المحضر القضائي نفذه. هناك حكم عليك أيضا بمبالغ مالية، لذلك تم اللجوء إلى الحجز على حسابك البنكي لاستيفاء الديون المترتبة عن تعويض محكوم به قضائيا من طرف هذا الحكم. هذا الحكم اللي نصب هذا الإنسان الخصم تاعك في قطعة الأرض، وزاد له فوق ذلك مصاريف، أعتقد أنها مصاريف ربما قضائية أو ربما مصاريف مرتبطة بالتعويض عن الاستغلال تاع سنوات لقطعة أرض غير مستحقة. أنا أعلم من خلال الكثير من ربما الاتصالات وكثير من القضايا ربما التي تعرض على المحاكم أن كثير من الأشخاص يتمسكون بالأرض قدر تمسكهم بالحياة، يعني يعتقد حتى إذا كانت الوثائق تاعه تشير إلى امتلاكه أو الميراث تاعه هو 4 هكتارات أو 5 أو 6، ولكن هو مدي 60 هكتار، يعتقد أن بمرور السنوات هي تاعه حتى إذا ما عندوش وثائق، إذا ما قامش بتسوية، ولكن يعتقد دائما بأنها رزقه، كل واحد يقترب منها فهو مزور وهو يحاول الاستحواذ على حقه. حتى إذا خرجوا الخبراء بالوثائق وشافوا بأنه هذا غير حقيقي، ولكن لا أحد يقبل بهذه النتائج. إذن مادام أنت بصدد حكم نهائي أمامك فقط أنك تنفذ هذا الحكم، بدليل أنه تنفذ وصلوا حتى إلى الحجز على الأموال تاعك على الموجودة بالبنك. هذا المعلومة اللي توفرت علينا، التوجيه اللي نقدروا نقولوا لك ما نقدرش نقولوا لك استأنف لأن الحكم نهائي. إجراءات رفع الحجز مرتبطة بتفاصيل تاع الملف ما نعرفوهاش، ولكن مع ذلك إذا فيه حجز للحساب تاعك ممكن تطلب رفع إجراءات الحجز
بشروط تتوفر اولا، وهناك تفاصيل اخرى. معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي واحد القضية. مرحبا، تفضل. عندي جيجمة، عندي جيجمة بغير دار الإنذار تاع العجوز، زوين. واش باعوا لك؟ باعوا لك تراب؟ إيه، دار الإنذار تاع العجوز تاع الإنذار. باعوا لك دار؟ إيه، تاع خويا وأختي. والدار هذه تاع، الدار هذه تاع من؟ تاع العجوز. انتم الورثه تاعها؟ تاع العجوز، تاع العجوز، تاع العجوز. نعم، تاع. وبعد باعوها. تاع من؟ تاع راسهم، تاع البيت وحده. الاخ، هذا الارض، هذا البيت تاع شكون؟ علاش؟ تاع امك. باعوها. واش عليه تاع امك؟ تاع امك، امك متوفيه ولا حيه؟ لا، ميتة. نعم، اذا هذه الدار هذه ميراث. ميراث. باعوها بالفريضه ولا بلا فريضه؟ نعم، ميراث. هي ميراث. لا لا، باعوها بالفريضه ولا بلا فريضه؟ باعوها. يا سيدي، جاوبني، باعوها بالفريضه ولا بدون فريضه؟ بالفريضه. بالفريضه. لا، ما عندناش فيزا، ما داروش فيزا. مالا البيت، الدار هذه على حسب معلوماتي ما عندهاش وثائق. نعم. الدار هذه ما عندهاش وثائق. ما عندهاش فيزا. ما عندهاش وثائق. عندها الوثائق، عندها. وكيفاش يبيعوا الدار بالوثائق؟ يبيعوها في زوج وانت ما كان. وين باعوها؟ عند موثق؟ باعوها على الديرة. عند موثقة؟ ايه، عند الموثقة. مستحيل. واش نقول لك؟ باعوها بالموثق، داروا ملكوها، داروا كل حاجة، باعوها بالسجن، في بالك ما صنعتهم في زوج، الثلاثة اللي حدثوا ولا نجي حضرتهم، من بعدها لغيت لهم، لغيت البيع ولا ما لغيتوش؟ ما عادش يغني الاخرى هذا اللي تحتاج انت هذا اللي جبت كلش ما عادش يغني. وش هو سؤالك انت؟ وش حبيت تعرف؟ بس يغني بس هذا مثلا، بس يغني ما عادش يغني. ورفع الدعوه في المحكمه، ما قبلولكش، درت استئناف في الحكم هذا؟ عندي شغل في الجزية، عندي كلش. ماشي عندك، هل درت استئناف لما رفضوا لك في المحكمة، درت استئناف في هذا الحكم؟ أنت درت استئناف. تبع معايا تكون جاوبك، تبع معايا. طبعا عقار بين ورثة شركاء في الشيوع انتقل إليهم عن طريق الإرث من والدتهم المتوفية رحمة الله عليها، طبعا حبوا يتصرفوا في هذا العقار بالبيع عند الموثق. جيب لي عقد الملكيه، جيب لي الشهاده السلبيه، وتجيب لي الفريضه. واحيانا الموثقين يطلبوا شهاده نقل الملكيه، ولا هما يحروا شهاده نقل الملكيه باش ينتقل العقار من الموتى الى الاحياء، لان الميت لما يموت يكون العقد باسمه، يولي العقد مرتبط بشخص متوفي ما عندوش اهليه التقاضي، ما عندوش صفه التقاضي، ما عندوش حق التقاضي. يشترط عليهم بعض الموثقين دون اخرين انهم ينقلوا الملكيه كي يصبح العقد الجديد باسم الاحياء وليس باسم مورثهم المرحوم. ننتقل من عقد قديم إلى عقد جديد بأشخاص أحياء، هذا منطق. بعد ذلك مباشرة نطلبوا الفريضة باش نديروا الانتساب لهذا المرحوم، باللي احنا هما الورثة الشرعيين تاعو، لأن الفريضة فيها الشخص المتوفي، تاريخ التوفاة تاعو، فيها شاهدين، وفيها الأشخاص ذوي الأنصبة فيما يتعلق بالميراث. وروحوا عند الموثق يقول لكم ما نقدرش نبيع لكم العقار لان عندكم في الفريضه شخص او اثنين لازم يكونوا حاضرين وموافقين. تبيعوا البيت هذا راح تبيعوه بالشيوع، يعني اذا فيه 100 متر و 120 متر راح تبيع مجموعه امتار انت والاخ تاعك والاخوه الاخرين، كيفاش؟ اذا يرفض الموثق انهم يحرم عقد البيع، يقول لهم جيبوا الباقي الا ما تعلق ربما بترخيص من المحكمه
باش المحضر الموثق يقدر يبيع. اذا مادام رفضوا لك دير استئناف ما قدرش تجاوبنا ما نعرفوش التفاصيل، اذا فيه حكم رفض لك الغاء وابطال عقد البيع المحرم من طرف الموثق بشرط ان تشهر العريضه امام المحافظه العقاريه وتسجل الدعوه، لان من بين الشروط لما نطالبوا بالغاء وابطال كل التصرفات والمعاملات العقاريه المتمثله في البيع بحثا عن الغائها وابطالها وجوب لازم شهروا عرض افتتاح الدعوه لدى المحافظه العقاريه. وحبذا للمحافظات العقاريه ما تخليش الناس يستناو شهر وشهرين وثلاث اشهر بحجه وتيره العمل الكبيره بحجه وباخرى، لان فيه حمايه للاشخاص المرفوع عليهم الدعوه. اذا تستأنف اذا ما فيش استئناف، اذا حكم نهائي اعتقد بان الامر طوي مواطنه بعد قليل. مواطنة لهذا العدد، نزول عند رغبة الكثير من المتصلين. طبعا اخترنا نص المادة 12 مكرر 2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية. طبعا من مصطلح ومن مفهوم ومن موضوع القانون نعرف بأن هناك حالات أين يتطلب الأمر لإنجاز مشاريع عمومية ذات منفعة عمومية، طبعا نلجأ إلى نزع أملاك الخواص. نزع هذه الأملاك لا يتم هكذا اعتباطا أو بصفة تعسفية أو بصفة غير شفافة أو بصفة غير قانونية. طبعا هناك إجراءات نظمها هذا القانون المتضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية، إجراءات أولية قبل الوصول إلى نزع الملكية بشكل نهائي وبشروط لاحقة لنزع الملكية. ما يكفيش أن تنزع الملكية ولكن هناك شروط لابد أن تتوفر، من بينها مدة استغلال هذا الملكية وأشياء أخرى. المهم في كل هذا هو أن هذا القانون يلزم الإدارة لنزع الملكية أن تقدم مقابلا حقيقيا عن قيمة القطعة الأرضية المنتزعة من أصحابها، أن يوضع المبلغ في خزينة الدولة. طبعا ما يكفيش فقط أنك تنزع وتقدم هذا المبلغ الذي لابد أن يوازي أو يساوي مبلغ العقار في السوق، يعني ما نظلموش الناس لما نحتاجوا لإنجاز مشروع عمومي ننزعوا لهم ملكيتهم حتى إذا كانت في موقع استراتيجي أو في أي مكان آخر، بشرط تكون هذه البدائل المالية المقترحة عليهم تناسب قيمة القطعة الأرضية. طبعا قيمة هذه القطعة لازم يكون من يوم نزع الملكية، يعني العبرة هو بتاريخ نزع الملكية وليس قبل وليس بعد. طبعا هذا المبلغ يودع لدى خزينة الدولة ويبلغ الأطراف بذلك، ويمكن منازعة الإدارة من طرف هؤلاء الأشخاص في حالة احتمال وجود ربما تعسف أو ربما إجحاف في منح المقابل الحقيقي لهذه القطعة الأرضية. هذه ضمانة من ضمانات حماية حق الملكية المحمي دستوريا طبعا، بدليل أنه يشترط القانون أن تكون القيمة المالية مساوية لحقيقة هذا العقار. ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. إلى اللقاء.